بزاف البنات كي كما كيديروا شي بوماضات الشمس او هذه ما تجيش معاهم. هادشي علاش نصحتهم يديروا الخل والخميره كي كتخلي الوجه بحال البيضه مقشره، وهادشي اللي كاين. حاولوا تديروا ماسكات طبيعيه في هاد الصيف هذا، خاصه مع الشمس ولابو ديالنا كتحرق وهذه. وهادشي اللي كاين المتتبعات ديالي، تابعوا معايا الرزيطه حتى النهايه غتشوفوا وجهي كيفاش جاكم. وغادي نصور بلا فلتر هاد المره هادي باش تشوفوا الوجه ديالي كيفاش جا. ايوا هادشي اللي كاين المتتبعات ديالي، حاولوا ديروا لي لايك وبارطاج، وبيكم انا باش موجوده كنقولها ثاني مره. ودابا خاص هادشي كرم لي في وجهي باش نوض ندوش باش تشوفوا معايا ما تمشيو فيه. خليكم معايا انتما كتشوفوا راني، وانتما كيف ما كتشوفوا قلت لكم غنوريكم الشكل النهائي. ها الشكل النهائي البنات، وهادشي اللي كاين وانتما حيت مع عندي الظلام في الشرجم هذاك الشيء علاش. وهادشي اللي كاين، ودابا غادي نقول لكم عواشر مبروكه، تعيدوا وتعودوا، وجدوا القطبانة لالا، وجدوا الفاخر، وجدوا الميكات، وحنيوا الوليدات الصغار ما تنساوهمش، فرحوهم. واللي عندي شي والدين يتفكرهم في هاد العواشر، واخا بالقليل شي حاجه قليله، ولا ما يتفكرش بالقليل ما يتفكرش حتى بالكثير. حاولوا تهلاو في والديكم بزاف بزاف بزاف، راه الجنه تحت الامهات. وغادي نقول لكم عواشر مبروكه، تعيدوا تعودوا ان شاء الله. السلام عليكم، نهاية الفيديو، إن شاء الله نتلقاو في الفيديو الجاي، وهذا الفيديو غادي يتسد.